السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ لو سمحت، هل في أذكار المساء بيقول أمسينا على فطرة الإسلام؟ هل إيه؟ أمسينا على فطرة الإسلام؟ أمسينا على فطرة الإسلام؟ من أذكار المساء؟ أمسينا على فطرة الإسلام. هل هي من أذكار المساء؟ وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني السند في ضعف قريب، لكن يعني محتمل في فضائل الأعمال. طب ورضيت بالله يا رب، مساء فقط وكم مرة؟ لا كله في صباح مساء؟ ماشي. شكرا يا شيخ. كل هذه فضائل الأعمال اللي يمشونها.